أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مع تسجيل جديد، هذه المرة سيكون موجها لتلاميذ السنة الثالثة متوسط، ومع نموذج في اختبار الفصل الأول. إذن مع هذا النص نقرأه إن شاء الله تعالى. ازدادت مشكلة المخدرات حدة، وأصبحت تمس كل المجتمعات مهما كانت ثقافتها والحضارة التي تنتمي إليها. هذه الآفة تصيب الشباب خاصة، وتدفعهم مباشرة إلى طريق الموت البطيء، ويصبح مستهلك المخدرات مدمنا إذا اعتاد على استهلاكها باستمرار. فهو في هذه الحالة لا يستطيع أن يستغني عنها، لأنها هواؤه. والمخدر لا يؤذي المستهلك فقط، بل الأسرة والمجتمع أيضا. فاستهلاك مخدر مهما كانت طبيعته يؤدي إلى عواقب وخيمة، فإذا كان بعضها جسميا كالإرهاق وفقدان الشهية والعقم عند النساء، فمعظمها نفسي كالاختلال العقلي والضعف الذهني والسلوك غير الاجتماعي. إذن هذا هو النص، يعالج آفة من الآفات الاجتماعية، ومباشرة مع الأسئلة. وأولا أسئلة البناء الفكري. أسئلة البناء الفكري، أول سؤال يقول: ضع أو صوغ فكرة مناسبة للنص. طبعا بالنسبة للفكرة العامة أو الفكرة العامة المناسبة للنص، ستكون تتحدث عن قلب النص أو عن الموضوع الأساسي في النص. الموضوع الأساسي وهو خطورة المخدرات على المدمن، على الفرد المدمن وعلى المجتمع، نظرا لما تسببه من آفات اجتماعية. إذن فتكون الفكرة على الشكل التالي: خطورة المخدرات على الفرد والمجتمع لما تسببه من نتائج وخيمة على عقل الإنسان وجسمه وروحه. السؤال الثاني يقول: حسب النص تختلف نتائج تعاطي المخدرات، أذكرها. إذا نعود إلى النص فنجد هذه الآفات في الفقرة الأخيرة من النص. إذن فإذا كان بعضها جسميا كالإرهاق، إذن نتائج، واحد من النتائج هو الإرهاق وفقدان الشهية والعقم عند النساء، أيضا إلى الآثار النفسية كالاختلال العقلي والضعف الذهني والسلوكات غير الاجتماعية. إذن هذه هي الآثار التي ذكرها النص. إذا نعود إلى أسئلة البناء الفكري، والسؤال الثالث والأخير يقول: اشرح المفردات التالية ثم وظفها في جملة مفيدة. إذا هناك ملاحظة بالنسبة لهذا السؤال: بعض التلاميذ يسهون، فعندما يطلب منهم شرح الكلمات ووضعها في جملة، فإنهم لا يضعون الكلمة المطلوب شرحها، وإنما يضعون الشرح، وهذا خطأ. فلا بد من شرح الكلمة، والكلمة نفسها تضعها في جملة. بمثال ذلك: حدة، حدة بمعنى خطورة أو شدة، أو إلى وصلت إلى الحد النهائي لها. وكثير ما ترتبط كلمة حدة بالكلمات مثل زادت ونقصت وتسارعت إلى غير ذلك. إذن حدة معناها شدة وخطورة. أما كلمة يستغني فمعناها يترك أو ينتهي، بمعنى كأن يستغني الإنسان عن طعام ما، أو يستغني عن أكل الحرام. إذا نوظفها في جملة: حدة، كأن تقول مثلا: تسارعت حدة التصرف المدرسي في السنوات الأخيرة. بالنسبة ليستغني، كأن تقول: استغنى الإنسان عن الحرام بالحلال. إذا فهو يستغني عن الحرام، أي يترك الحرام ويذهب إلى الحلال. إذا هذه هي أسئلة البناء الفكري، ومباشرة إلى أسئلة البناء الفني. إذا السؤال يقول الأول يقول: ما طبيعة النص وما نمطه؟ بالنسبة لطبيعة النص، فهو نص أدبي، وهو عبارة عن مقالة اجتماعية كما لا شك لاحظتم ذلك. ما نمطه؟ طبعا نمطه إخباري، فهو يخبرنا عن هذه الآفة ويعدد لنا أسباب، عفوا، ويعدد لنا نتائجها الوخيمة على الفرد والمجتمع. إذن فطبيعة النص أدبي من فرد المقالة الاجتماعية، ونمطه إخباري. السؤال الثاني يقول: استخرج من النص تشبيها وحدد أركانه. إذا أول نستخرج التشبيه ثم نحدد أركانه. إذا التشبيه هو
لأنها هواؤه، لأنها هواؤه. إذن هذا هو التشبيه بالنسبة لأركان التشبيه. هناك ركنان أساسيان فقط، وهو المشبه عبر عنه بالهاء ضمير المتصل، أما المشبه به فهو هواؤه، وغابت أداة التشبيه وغاب وجه الشبه، وبالتالي فهو تشبيه بليغ. طبعا لم يطلب منا تسميته أو نوعه، وإنما أركانه فقط إذا ذكر المشبه والمشبه به وحذفت الأداة ووجه الشبه. ننتقل إلى أسئلة البناء. طبعا الأسئلة البناء الفني انتهينا منها، نرجع إلى أسئلة البناء اللغوي. السؤال يقول، أول يقول: اعلم ما تحته خط في النص إعراب مفردا. إذا نذهب إلى النص لنعرب الكلمتين. الكلمة الأولى وهي تدفعهم، إذا تدفع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نص مفعول به، والميم ميم الجماع. إذن هذا هو إعراب الكلمة الأولى. الكلمة الثانية مدمنة، ولا بد من قراءة الجملة كلها. ويصبح مستهلك المخدرات مدمنا، إذن يصبح من يصبح طبعا هنا جاءت في صيغة المضارع لكنها تعمل عمل كان، وهي من أخوات كان. إذن يصبح مستهلك، فمستهلك اسم كان، إذن لا بد أن يكون مدمنا خبر كان. إذن خبر يصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بالنسبة للسؤال الثاني وهو حول ما بين قوسين إلى الجمع المؤنث أو جمع الإناث. إذن نقول الجملة هي: ويصبح مستهلك المخدرات مدمنا إذا اعتاد على استهلاكها باستمرار. التحويل يكون هكذا: وتصبح مستهلكات جمع مؤنث سالم، وتصبح مستهلكات المخدرات مدمنات إذا اعتدنا على استهلاكها باستمرار. السؤال الأخير بالنسبة للبناء اللغوي يقول: ماذا أفادت الكاف في الجملة فمعظمها نفسي كالاختلال العقلي؟ ماذا أفادت هذه الكاف؟ إذن هذه الكاف أفادت التفسير والشرح والتوضيح، فهي تقول: فمعظمها نفسي. إذن الآن جملة فهمناها نفسي، لكن مثل ماذا؟ تشرح لنا فتقول: كالاختلال العقلي الذي هو من الأمراض النفسية. إذن أفادت الكاف هنا الشرح والتوضيح والتفسير. والسؤال الأخير وهو الوضعية الاجتماعية، عفوا الإدماجية. الأفاق الاجتماعية معول بمعنى فأس، يهدم الفرد والمجتمع. التعليمة: اكتب نصا منسجما. ولما نقول منسجما أي أفكاره منسجمة ومتسلسلة وواضحة، تنسجم فيها المقدمة بالعرض والخاتمة. إذن من 10 أسطر نلتزم بهذا. تتحدث فيه عن آفة من الآفات الاجتماعية، طبعا وللأسف هي كثيرة، تختار واحدة منها، مثل التدخين، مثل الرشوة، مثل المحسوبية، مثل التسرب بالمدرسة إلى غير ذلك. وتبين أسبابها، أسباب هذه الآفة التي اخترتها. أيضا تبين آثارها، طبعا الآثار تكون نتيجة للأسباب. ثم تبين آثارها على الفرد وعلى المجتمع، ولا تنسى التوظيف. الآن طلب منك فعلا ماضيا مبني وبعض حروف المعاني واستعارة، طبعا لم يحدد لك هل هي تصريحية أو مكنية، فأنت وشأنك، فتستعمل استعارة مكنية أو تصريحية ومحترما علامات الوقف. إذا تحافظ على انسجام النص بذكر مقدمة حول هذه الآفة التي اخترتها، وتذكر في العرض أسبابها وآثارها، أما في الخاتمة فتذكر نصيحة لهؤلاء الناس الذين أصابتهم هذه الآفة. إذا إلى هنا ينتهي هذا التسجيل الكريم. إلى لقاء قادم معكم إن شاء الله تعالى. لا تنسوا الاشتراك ودعم هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.